على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.26% عند مستوى 10248 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال فاصل 198 مليون. وجاء سهم شركة المواساة للخدمات الطبية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً نسبة بلغت 6.87% عند 193 ريالاً. تلا سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 6.56% ليغلق عند 13 ريالاً. ارتفع سهم شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات نسبة بلغت 6.28% عند 247 ريالا. إنما تصدر الأسهم أو سهم شركة الإنماء طوكيو مارين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 9.90% عند 13 ريالا فاصل 28.